عند الحديث عن موجات اللجوء وحقوق اللاجئين والدول المستضيفة، لابد أن يكون العنوان الأكبر الأمن الإنساني، مفهوم واسع يحتاج شراكة وتعاونا ما بين المنظمات الدولية والمحلية والأجهزة الأمنية المختلفة والحكومية لخلق إطار موحد لإجراءات أمن وحماية اللاجئ. ندرك ونؤكد أهمية دعم ومساندة الأردن في استضافته لعدد كبير من اللاجئين على أراضيه. نحن لا نتحدث عن لجوء السوري فقط، ولكن أيضا جنسيات تتعدى 57 جنسية في المملكة الأردنية الهاشمية. ونظرا لضعف التمويل الدولي والاهتمام الدولي في دعم ومساندة الأردن، فهذه المسؤولية، ونؤكد هذه المسؤولية، تقع على عاتق المجتمع الدولي، وأن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الأردن وحده. فإحنا بنحاول إن إحنا نتتبع في الدورة دي دورة النزوح كاملة، يعني دورة اللي بيعدي فيها اللاجئ إيه. لما بنتكلم على الحلول الدايمة بنتكلم على ثلاث حلول، وعندك ثلاثة، يا إما العودة الطوعية، يا إما الدمج المحلي، يا إما إعادة التوطين لدولة ثالثة. هما دول الثلاث حلول، مفيش حاجة منهم أحسن من الثانية، بس الوحيدة اللي هي حق هي حق العودة. فلما نتكلم على العودة دايما بنتكلم على شروط معينة اللي هي تبقى في أمان وبكرامة، وأنها تبقى فعلا طوعية. التعريف بهوية اللاجئ والإجراءات المتبعة منذ دخوله إلى البلد المستضيف وخروجه منها، سلسلة متعددة الجهات ومتطورة المتطلبات، ما يستدعي الدراسة الدائمة والمتابعة للوقوف على الحيثيات الأمنية والإنسانية. من خلال هذه الجلسات المشتركة ما بين منظمات مجتمع مدني وأجهزة أمنية وحكومية، يظهر الأردن نموذجا جديدا بما يخص ملف اللجوء عبر تعاون الجهات الثلاث السابقة من أجل أمن وحماية ودعم اللاجئ. ولأن الأزمة تولد أزمات، فإن موجة اللجوء العديدة التي فتح لها الأردن أبوابه على مر الزمان شكلت تحديات كثيرة، إلا أنها ساهمت في رسم استراتيجيات للمجتمعات المستضيفة وللاجئين تساهم في دمج اللاجئ بالمجتمع وتفعيل دوره بشكل أكبر وحفظ حق العودة الطوعية له. شهد الطراون المملكة، عمان.